خير ختام ليوم الخميس مشرفنا النهارده. اكيد في ملفات كتيره جدا هنفتحها مع دينامو النادي الاهلي وصوت الشباب زي ما بيتقال عليك من اول الحمله الانتخابيه. صحيح؟ صحيح. مطلعين عليك يعني ايه صوت الشباب جه منين بقى؟ ده غير ان انت يعني صغير في السن اكيد وفي تقرير هيعرفك بالساده المشاهدين عامه يعني بشكل عام، بس قول لي صوت الشباب ده جه منين؟ اخترت كده ليه؟ والله انا لا مش انا اللي اخترت والله. هم اللي اختاروا. فرض عليا. يعني بالعكس انا يعني بعتز يمكن بموضوع صوت الشباب ده، ويمكن هو ده طلع في وقت الحمله زي ما انت قلتي فعلا وقت الانتخابات. طلع من الشباب اللي في النادي، يعني احنا كان الحمد لله كان معانا قطاع كبير قوي من الشباب كانوا واقفين ورا القائمه بتاعت كابتن محمود الخطيب، وكانوا سند كبير للقائمه وكانوا واقفين معانا بصراحه لقناعتهم يعني ببرنامج كابتن محمود الخطيب وبالاعضاء القائمه. ففي الندوات اللي احنا فيها وبنطلع مثلا بنتكلم كل واحد بيقول افكار المجلس والبرنامج الانتخابي بتاعنا ايه وكده، كان عندي انا شويه يمكن افكار شبابيه شويه او يعني هنتكلم على لجنه الشباب والكذا. فده يعني يعني من الكلام وكده طلع الاسم، يعني ما كانش مترتب او ما كانش، فلقيته طلع من الشباب اللي في النادي واعتزيت بيه يعني، ولحد دلوقتي موجود يعني الحمد لله. بس ده خير، يعني خير مثال زي ما بيقولوا كده للشباب الحقيقه يعني، وخير قدوه الحقيقه دكتور محمد.